كنت واجدو في مدينة الداخلة باش نتشنو فيها هذا الفضاء خدمات البنكية الحرة اللي هو أول واحد في مدينة الداخلة، وكاين واحد آخر إن شاء الله درناه ديجا هنا في هذه المدينة. هذا الفضاء هذا بحال اللي كتشوفوا كيتميز واحد العدد ديال المتميزات، مثل هذا الشباك الأوتوماتيكي اللي كيمكن الزبناء ديالنا باش يديروا عمليات سهلة كإيداع النقود والشيكات، تحويل الأموال، سحب الأموال أيضا اللي هي المميزة الخاصة ديال هذا الجيشي أوتوماتيك بانكير، الشبابيك الأوتوماتيكية، واحد العدد ديال العمليات أخرى ديال أداء الفواتير، تعبئة الهاتف النقال، تعبئة البطاقة البنكية إتسيتيرا. ألوغ هذا الفضاء من المميزة ديالو بحال اللي قلت إذا النقود والشيكات، أيضا واحد أوقات العمل اللي هي مهمة بزاف من 7 الصباح ل 9 الليل خلال 7 أيام في الأسبوع، بأنه الزبناء ديالنا الكرام اللي كيكون عندهم ضيق في الوقت أو لا يمكن كيدير العملية ديالو الترجمة في العشية ولا السبت ولا الحد، راه يمكن يجي أي وقت اللي بغى من 7 الصباح ل 9 الليل يجي لهاد الفضاء ويدير عملية إيداع النقود ديالو. داكوغ. بالنسبة للشيكات هذا كاين واحد المميزة أخرى، بأنه الشيك إلا تحط حتى الستة ديال العشية كيدوز في ذاك لو جوغ جي في ذاك النهار نيت، دونك هذه مهمة بزاف، حيت كاين سكون أبيلي دات دو فالور، كاين لو غاماساج كيدوز واحد لا فوغونيت كتهز دوك لي فالور لي شيك اللي كيكونوا في لاجونس حتى لديك الجوج ديال العشية. يمكن هذا الشيء تقني شي شوية، ولكن الناس اللي الزبناء ديالنا لي بروفيسيون ليبرال او المالين الشركات كيكون عندهم مهم هذه القضيه هذه، كتلقى كيجي كيجري الوكاله باش يحط الفلوس ديالو قبل من 4 العشيه، الوغ كهنايا حتى 6 ديال العشيه راه يمكن دوك الفلوس ديالو كيدوزو ليه في لو جور جي. داكوغ، دونك هذه عمليه مهمه بزاف، لانه هذا الفضاء مأمون وفيه واحد المسؤول على الامن اللي فيه، ان اجون دو سيكوريتي خلال هاد الاوقات كاملين 7 الصباح ل 9 الليل بحال اللي شرط ليه جميع الايام الاسبوع. ايضا كيكون واحد سكون ابيل لو مونيتور، داكوغ، كيكون كيساعد الزبناء باش يديروا ديك العمليات اول مره او لا ثاني مره او لا ان سارتون دو فوا، ولا قدر الله حتى كان عندهم شي مشكل كيقدر يساعدهم باش تحل داك المشكل رابيدمون، سي ديال الا كان مشكل سهل راه جي بلس 1 لاخدا راه كيتصوب، الا كان مشكل كاع واعر ولا شي حاجه واعره بزاف راه كيكون جي بلس 3، داكوغ، كيكون المشكله كيتحل ان شاء الله. دونك الشرط هاد العمليات اللي كيداروا، شرط لهاد الامن اللي فيه، شرط ايضا لهذا السيد اللي كيكون ديال الوكاله كيكون كيعرف الزبناء او كيكون كيخدم هنا واقف هنايا خلال واحد 6 شهور كيكون كيساعد الزبناء. الو ميت هاد الفضاءات هذا مشروع بديناه في 2017، اليوم الحمد لله وصلنا ل 140 فضاء مثل هذا اللي كتشوفوا هنايا في الداخله، ومازال ان شاء الله في 2020 غادي نواكبوا في هذا التطور ديال هاد المشاريع مثل هادو، بانه غادي نوصلوا لواحد العدد مهم ان شاء الله ديال الوكالات مثل هاد. بالنسبه لهاد العمليه اللي فيه مفتوحه لجميع الزبناء ديال التجاره وفا بنك، واخا يجي من وجده او لا من مراكش او لا من الدار البيضاء وداك الشيء يقدر يدير نفس الشيء. الشبابيك الاوتوماتيكيه لسحب النقود هذا نفس الشيء غير من جهه اخرى، بانه ايداع النقود، دونك الى عندك لاكارت ديالك غتجي وغدير هذيك العمليه في هذا الكيشي هذا. دونك يمكن لا قدر الله كاين شي كليان بحال دابا جاي من طنجه، جا لهنا للداخله دار شي عمليه ديالو شي صفقه وعندو شي شيك ولا عنده النقود، غادي يجي لهذا الشباك غيحط الفلوس ديالو اون طون ريال، غيبان ليه الحساب ديالو بانه الى ايتي امباكتي داكا اون طون ريال بور ديبو اسبيس، ويلا كان شي ديبو شيك الا كان ديال التجاري جي بلس 2، ويلا كان ديال باجونس ديال اون بانك كونفخير جي بلس 3، دونك بحال لاجونس نفس الشيء. هاد العمليات هادو راه غادي نشر لها توتالور كيداروا بهاد دي كارت، لا كارت بانكير داكوغ ديال السيد او لا كارت ديبوز، حنا غنشروا لهادشي توتالور داكوغ. دونك هاد العمليات هادو راه سهلين، بانه الا كان شي رب شركه يقدر يعطي هاد لا كارت ديبوز لشي مستخدم عنده باش يقدر يدير جي العمليات في بلاصتو، وكاين الفلوس ولا النقود ولا الشيكات كيدوزو ديريكتومون في الكونت ديال داك السيد.